الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. الوضع طيب جدا، الأمن مستتب، الجاهزية في أعلى درجاتها، ثقة كاملة جدا في قواتنا الأمنية بمختلف أسلاكها، عينت عن قرب أوجه جاهزية العالية جدا، روح معنوية عالية، عمل في ظروف طيبة، فما أريحية، فما حرص من جميع قواتنا الأمنية على خدمة تونس وخدمة التونسيين، وهذا هو المطلوب، أن نخدم تونس بكل صدق، بكل جدية، بكل حيادية. مسار الأمن الجمهوري متواصل، نبنيو أمن جمهوري مع بعضنا، أمن لا لواء له إلا لتونس، يحرص على علوية القانون، على المساواة أمام القانون، على أسباب الأمن في إطار صون الحقوق والحريات العامة والفردية، والمصلحة العليا للوطن فوق كل شيء. محل أبحاث عدلية، الفيصل في هذه المسألة هي مجلة الإجراءات الجزائية، المجلة الجنائية، والقضاء هو الذي يحسم في المسألة من حيث الاحتفاظ من عدمه، من حيث توجيه التهم، ومن حيث تكييف الأفعال والعقوبات التي تستجوبها هذه الأفعال. على السيد رئيس الحكومة وسيد الجمهورية بالأساس على تعليمات سامية واضحة في إيلاء الموضوع هذا كل الاهتمام اللازم، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة في شهر رمضان المعظم. الوحدة الأمنية جاهزة بالاشتراك مع وزارة التجارة وجميع المصالح المختصة اللي تتعاون وتتآزر في المجهود هذا، هو مجهود مشترك، ولكن بإذن الله تم عقد جلسات عديدة في الموضوع، وبإذن الله النتائج ستكون طيبة، وسيقع العمل بكل جدية على الحفاظ، توفير ما يمكن توفيره، والقطعة مع جميع أوجه الاحتكار التي من شأنها أن تتسبب في ندرة بعض المواد السالكية. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.